وزيرة الشغل الإسبانية يولاندا دياز اتفقت مع النقابات اللي هما الأو خي تي والكوميسيون أوبريرات على الزيادة ديال السميك ديال إسبانيا لألف أورو. أشنو غادي ندير إلى الخيفة ديالي ما بغاش يعطيني هاد الشيء اللي دارت الدولة؟ هنا في هذا الفيديو غنعطيكم معلومات جد مهمة وغنوريكم كيفاش ديروا تجيبوا حقكم بطريقة قانونية إذا الخيفي امتنع أنه التزم بالتعليمات اللي عملت الدولة. خليكم معنا ما تمشوا فين، عطيونا لايك للفيديو ويلا نبداو. السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر اينما كنتم، مرحبا بكم معايا جديد. هنا في هذا الفيديو جيت باش نتقاسم معكم معلومات جد مهمة الخاصة بالزيادة الأخيرة اللي عملت الدولة الإسبانية اللي هي السميك ديال إسبانيا رفعته 1000 أورو. هذا الشيء اللي اتفقت عليه وزارة الشغل الإسبانية مع النقابات واللي وصلوا لهذا الاتفاق هذا اللي خص أن الخفي ديالك يخلصك هذه المستحقات هذه كاملة. هنا غنوضح جميع النقاط الخاصة بهذا الموضوع هذا بالضبط وغنوريكم كيفاش ديروا تجيبوا حقكم بطريقة قانونية اللي غتشوفوا معايا هنايا في التفصيل في هذا الفيديو ان شاء الله. بما ان بزاف ديال الناس كانوا كتبوا لي في التعليق بان كاين بعض الخفيش اللي ما كيلتزموش بهذا القانون هذا، وبما انني وعدتكم بانني غادي نتقاسم معكم مواضيع خاصه باسبانيا وجميع الامور اللي هي فيها الافاده واللي فيها المنفعه ان شاء الله، ونوريكم الحق ديالكم كيف تجيبوه بطريقه قانونيه. انا اللي عليا نتقاسم معكم المعلومه بطريقه صحيحه ونوريكم ان شاء الله جميع النقط، واللي عليكم نتوما كما العاده هو لايك الفيديو فقط الاخوان، هذا الشيء اللي كنطلب منكم، والبارطاج طبيعه الحال لان الفيديو اليوم والمعلومات اللي فيه هي مهمة بزاف وغادي تشكروني عليها ان شاء الله ملي تتفرجوا. واخا ندخلوا في الموضوع مباشرة، كما كنعرفوا يعني السميك هو 1000 اورو دابا حاليا. دابا شحال خصك تشبر في النومينا ديالك؟ 1000 اورو، ولكن الشيء اللي تكلمت عليه الوزيرة واللي اتفقوا عليه هي 1000 اورو يعني ان 14 باغاس يعني 14 باغا. هذيك 1000 اورو خصها تجي 14 باغا يعني 14 باغا 14000 اورو. ولكن هنا غنوضح لكم واحد النقطة الخاصة بهذه الخلاصة هذه ونوريكم فين تمشيو، اين هو البيرو اللي غتمشيو له باش تجيبوا حقكم في حالة ما ان الخفي ديالكم ما بغاش يموديفيكي ديك النومينا، ما بغاش يزيدكم في الخلصة على حساب اللي دارت الدولة. هنا غنوريك كيفاش تجيب حقك، ولكن غنقول لك بطريقة قانونية هذاك السميك الحقيقي اللي خصو يجي في النومينا ديالك، يعني غير السميك فقط، شحال خصك توشي في النومينا ديالك. هنا غادي نفسر لكم هذه النقطة هذه دابا بالاقتطاعات بكل شيء. غادي قلنا مثلا الانغريسو يعني السالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال اللي هو السميك هو 1000 اورو، اوكي، ولكن الاقتطاع ديال الدوله شنو هي؟ غادي يقتطع لكم منا الكوتيزاسيون ديال السوغور سوسيال 4.7%، وغادي يقتطع لكم منا الكونتيخينسيا كومونيس 1.55%، زائد البريستاسيون دي ديسيمبليو 0.10%، ولاس ري بي اف ومسائل كامله. في اخر المطاف خاصها تجيك في النومينا 960 الاورو بالاقتطاعات بكل شيء. السميك كنقولت السميك يعني المينيمو خاصها تجيك في النومينا 960 الاورو. الى الخيفي ما عطاكش 960 الاورو في الكويندا ديالك زائد سواء اكسترا وديك الشيء راه بوحدو، حنا كنهضروا على المينيمو دابا، خاص المينيمو يعطيك الخيفي 960 الاورو. الناس اللي ما كيتخلصوش 960 الاورو ليمبيا كتكريسها لك في البنكه ديالك، فانت مظلوم وحقك ما كتاخذوش كامل. هنا جيت باش نوضح لك هذه النقطه هذه ونوريكم كيفاش تجيبوا الحقوق ديالكم الاخوان والاخوات اللي كيعيشوا في اسبانيا، وانا مازال معكم يعني واخا انني عايش خارج اسبانيا ولكن مازال معكم. هنا نوضحوا هذه النقطه هذه بالضبط، اش غادي ندير اذا الخيفي ما بغاش يزيدني؟ اول حاجه خصك دير اول حاجه ان الدوله زادت في السميك والخيفي ما زادش في السميك. اول حاجه اللي غديرها هو غتكلم مع الخيفي، هذه النقطه الاولى، غتمشي بالطريقه القانونيه. الطريقه القانونيه شنو هي؟ غتكلم مع الخيفي غتقول له اويا الخيفي دابا الدوله زادت في السميك طلعاتو ل 1000 اورو وبالاقتطاعات بكل شيء، المستحقات ديالي انا كتجيني 960 الاورو، ولكن انت كتعطيني غير 900 اولا كتعطيني غير 880 اولا 920 اولا، يعني ما كتعطينيش 960 في النومينا ديالي كومبليتا، ما كتعطيها ليش؟ علاش ما كتعطيها ليش؟ يعني انا كنطالب حقي بطريقه قانونيه. هكا غتكلم مع الخفي. الخفي بطبيعه الحال كاين اللي راسه قصح وكاين اللي غيستجيب لك يقول لك هذا يعني عارف حقه، اذا غادي نعطي الحق ديالو وغادي يتفاهم معك. وكاين اللي غيقول لك واه لا انايا عندي هذه ما يمكنش نزيدك، بزاف عليا بزاف المصاريف بزاف الى غير ذلك، بقى يخربق عليك شي اسطوريات ماشي هما هذوك، وديك الشيء كامل اللي غيقول لك ماشي قانوني. القانون هو هذا الشيء اللي كنقولوه دابا غتكلم معاه. الى امتنع انه الى زادك التزم مزيان صافي سالينا الحفله سدينا الملف، ولكن الى امتنع ما بغاش يزيدك يعني بقى محافظ على داك السالاريو القديم اللي كان كيعطيك 900 الاورو او 880 او 920 ولا 930 ولا المهم ما وصلش 960 ليمبيا ما وصلش. ان 14 باغاس كنقول يعني 14 باغا ماشي 12، خصو تكون درنت 14 باغا والا راه خصو يلتزم.
حنا نقولوا ما التزمش، خيفي راسو قاصح ما التزم باغي المشاكل. واخا اول بيرو غتمشي ليلو، شنو هو البيرو اللي غتمشيو ليلو؟ غادي تمشيو لواحد المكتب اللي هو اللي غيجيب لكم الحق ديالكم، اللي كيتسمى السيرفيسيو دي ميدياسيون اربيتراخي اي كونسيلياسيون. بالنسبه لكاتالونيا بارسيلونا كيتسمى سيما كما كتشوفوا معايا هنا في الصوره. اي واحد فيكم، اي واحد فيكم كيعيش في اسبانيا في اي مدينه في اسبانيا، هضر مع الخيفي ديالو، تكلم معاه، شرح له الموقف، قال له بان الدوله زادت وبان هادشي هذا يعني ولا قانوني، ولكن انت ما زدتينيش ولكن خصك تزيدني، وما زادوش غادي يمشي يدي السيرفيسيو دي ميدياسيون اربيتراخي اي كونسيلياسيون. كما قلنا في كاتالونيا كتسمى سيماك، وفي اسبانيا في دول اخرى كتسمى اس ام ا سي كما كتشوفوا مكتوب هنايا اس ام ا سي. غادي دير هاديك السيرفيسيو ديال ميدياسيون كتسمى كامله كيف ما حطيتها لكم انا، وغادير المدينه ديالك. يعني الا كنتي كتسكن في بيلباو غادير بيلباو، كنتي كتسكن في الميريا غادير الميريا، كتسكن في سيبيا غادير سيبيا، كتسكن في اي مدينه كتسكن فيها غادير ديك السيرفيسيو ميدياسيون اربيتراخي اي كونسيلياسيون، وغادير المدينه ديالك سيبيا او الميريا. غيطلع لك الباج ديالهم، اما تمشي بالجي بي اس عندهم، اما غيطلع لك النمره ديال التليفون ديالهم غتطلع تما كما حطيت لكم قبل. بالنسبه لبرشلونه غتطلع لكم تما الماب او التليفون، وريكم حتى العنوان ديال البلاصه فين كاينين. غتمشيو عندهم غتكلموا معاهم بطريقه قانونيه وتشوفوا لكم لافير ديالكم، اشنو وقع لي اشنو وقع لي انا، وغادي يستجيبوا الطلب ديالكم وغيشوفوا هذاك الشيء اللي كتكلموا معاهم، غتوريهم النومينا شنو فيها، وهنا غادي يجيبوا لكم الحق ديالكم. هما غادي يديروا الخدمه ديالهم، حتى ولا الخيفي واخا حتى اترابيس هذا السيرفيس ومتانع كذلك، فهنا الامور غتوجه للطريقه القانونيه اللي هي الخوس. ديك الساعه كيبقى اخر احتمال اللي هو الخوس، بعد ما هاد الناس هادو تكلمتي معاهم واستجبتي معاهم ووضحتي لهم جميع النقاط. هادو اخوان بياس طرق اللي الانسان ما كيكونش عارفهم وما كيعرفش كيفاش يجيب الحق ديالو، كيقول لك الخيفي ما بغاش يخلصني، اذا ما عندي ما ندير، ما عندي ما ندير الا ما سلكاش الاخوان. وكاينه واحد النسبه ديال الناس اللي غيقولوا لي ودابا كيفاش غادي يدير، تقول له زيدني غيجري عليا. الاخوان والاخوات راه جري عليك، راه ماشي دخول الحمام ماشي بحال خروجه. الخيفي اللي كيدير لك واحد الكونترا كيكون ملتزم بها، فإلا قلتي له زدني حقي راه ما يمكنش يجري عليك هك بالك، راه حتى ولا بغى يجري عليك خصو يكتب السبب علاش جري عليك، وخصو يلتزم بجميع المستحقات عاد يقدر يجري عليك. في هذه الحاله هذه يعني انت ما غتفرمي حتى شي ورقه قبل ما يجري عليك، ماشي غير شبار يجري عليك صافي راه صافي هكك سيبا، لا، الا بغى يجري عليك راه خصو يلتزم بداك الشيء كامل اللي كتسالو يخلصوا لك، عاد انه يقدر يفكر يجري عليك. وبما انه ما غاديش يقدر يخلص ديك المستحقات كامله غتجيه بزاف، فهو ما غاديش يجري عليك لانه غادي يشوف راسو يخلص بزاف ديال الفلوس عاد انه يقدر يجري عليك. في هذه الحاله هذه انت هو الغالب، انت دائما مشي بطريقه قانونيه بلا عصب بلا غوا، تهضر بطريقه قانونيه ودافع على حقك بطريقه قانونيه كما كنوريكم في هذا الفيديو. وبهذه الحاله هذه ان شاء الله ما غاديش تدعوا في حقوق ديالكم، وغادي تاخذوا جميع المستحقات ديالكم اللي كتستحقوا. انا كندير المجهود ديالي وكنبحث على مواضيع وكنحاول ما امكن ان نفيد الناس قدر الامكان وقدر المستطاع بالحوايج اللي يقدروا انكم تستعملوا في حياتكم، ولكن مع الاسف انا كما كنقول دائما المواضيع المفيده ما كتلقاش حقها في اللايكات والبارتاج مع الاسف الشديد. ونتمنى هاد الفيديو القى حقه باللايك والبارتاج، لان كنظن انني فيدتكم بزاف في هاد النقطه هذه، لان شفت هاد الشيء في التعاليق وشفت ناس كيكتبوا، وقلت والله حتى ندير فيديو ونوضح هاد النقطه هذه مزيان باش نفيد خوتي المهاجرين اللي كيعيشوا في اسبانيا، وانا معكم دائما في اي حاجه جديده ومفيده واي شونجمون ان شاء الله. فما بقى لي ما نضيف هاد الفيديو ووضحت جميع النقاط الخاصه بهاد الفيديو هذا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ولا استفدتوا ديروا لايك وبارتاجيو، وكنرحب بكل مشترك جديد. تحياتي لكم محبين قناه كريم كسر اينما كنتم، حتى فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.